ما يعني تايسون حبيبي وصديقي وزميلي في الشغل وزميلي في الحياة وكل حاجة، ببسط قوي في الشغل معاه، برتاح طلع من بعض أحلى حاجة. هو ممثل مش حناني بأي شكل من الأشكال، دايما بيخلي الممثل اللي قدامه يطلع أحسن حاجة، ودي أكتر حاجة أنا بحبها. شايفين طبعا في كيمياء طبعا بينك وبين ممدوح، فكلمينا عن العمل. يعني تايسون حبيبي وصديقي وزميلي في الشغل وزميلي في الحياة وكل حاجة، ببسط قوي في الشغل معاه، برتاح طلع من بعض أحلى حاجة. هو ممثل مش حناني بأي شكل من الأشكال، دايما بيخلي الممثل اللي قدامه يطلع احسن حاجه، ودي اكتر حاجه انا بحبها. متناسقين جدا تفكيرنا مع بعض في اختيار الاعمال، ودي حاجه انا بحبها قوي. وبعدين قلبه ابيض قوي فبحبه جدا. يعني الفتره الاخيره عن المشاكل الزوجيه الفيلم ده او المسلسل، بص انا ما اخترتش ان انا اقدم عملين ورا بعض بيناقشوا نفس الحاجه، وانا شايفه ان كل واحد بيناقش القضيه بتاعه الناس المتجوزين ومشاكلهم بطريقه مختلفه، واحد دراما جدا وواحد كوميدي جدا، فهم على قد ما هم ممكن يكونوا الناس شايفه ان هي بتناقش نفس الامبريلا بتاعه الموضوع، ولكن هم بيناقشوا بطرق مختلفه تماما. والهرشه السبعه كان له دعوه اكتر بالمشاكل اللي ما بين الاثنين، هنا احنا يعني ماسكين قضيه واحده اللي هي خلوا بالكم من دخول الناس وما تبقوش ودانيين للناس، علشان تدخل الناس وتدخل الناس في اسراركم وفي بيتكم وكده، ده اكيد هيؤدي لمشاكل كبيره قوي. يعني كواليس الفيلم طبعا كانت مضحكه جدا بحكم ان احنا 12 ممثل، معانا بيومي فؤاد ومعانا ليسي ومعانا ناس يعني مسخره جدا، فطبعا كانت الاجواء لطيفه جدا، ضحك جدا طول الوقت. كنا قالوا ما تتكلموش عشان اركب، انبسطنا قوي في الكواليس بتاعت الفيلم. الموضوع كان صعب جدا في الاول عشان طبعا 12 ممثل في نفس الوقت، فان احنا نتجمع اصلا ونركز عشان نخش نعمل مشهد، ده خد وقت. يعني الفيلم كانت صعبه بالنسبه لي؟ لا، ده مش نوع الفيلم اللي كان فيه حاجه صعبه نفسيه، يعني ده مش نوع الفيلم ده. يمكن اكتر حاجه كان ان احنا نمسك نفسنا ما نضحكش والناس بتمثل حوالينا. يعني انا لسه رد على السؤال ده. هي ردت عليك. يلا قولي لي بقى، يعني الدور تحسين دورك انت كده عشان الناس تتحمس وتخش الفيلم؟ بص، ما هي بنت مصريه شبهنا في سننا، متجوزه مخلفه ولد. الموضوع ملوش دعوه بالدور على قد ما هو له دعوه بالقضيه اللي كل الناس بتناقشها في الفيلم ده. لا، على فكره لو فكرت القضايا من زمان مش من دلوقتي. تقدمي دور نفسك؟ لا لا، مش قوي بصراحة، علشان عجبني الكوميدي فعايزة اقعد هنا شوية. ايه الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تقدميها تاني؟ مش عارف، انتوا اللي قولولي. الفيلم بدأ، معلش، في شخصية معينة، حاجات مختلفة. انا بحب انوع، ما بحبش امينة. لو هتعملي مسرح انا اكيد مش هسمع. بلاش بقى، الفيلم بدأ.